أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أحافظ على قراءة سورة الفاتحة في الصباح والمساء باعتبار أنها ذكر ورقية. ما ورد أنها تقرأ يا أخي في الورد، ما ورد أنها تقرأ، تقرأ بالرقية، أما في الورد ما ورد أنها تقرأ الفاتحة. اللي تقرأ في الورد آية الكرسي والإخلاص والمعوذتان، هذا الذي يقرأ في الورد. نعم.